بيروت حياتي. بالنسبة للسيدة أصالة ما عينيها الموضوع ولا عينيها ست نضال وحكيها كله. هي فر من وجه العدالة ونطالب بإلقاء القبض عليها. شو هول؟ طارق ما قلك أهلا وسهلا فيك بفوشيا. مثل ما بنعرف أنه حضرتك وحسين قصيرة أنتوا المتعهدين تبع الحفل الخاص بالنجمة أصالة بلبنان. كرمال هيك اليوم حابين نعرف من حضرتك شو هي التطورات يلي صارت بالدعوة يلي أقمتوها ضد الإعلامية نضال أحمدية. صراحة نحن أقمنا دعوة ضد الإعلامية نضال أحمدية وتم تبليغها بالدعوة، ولكن هي غير موجودة لا حتى بمكان عملها بمكاتب الجرس اللي هي مقفلة ومهجورة من فترة، ولا حتى ببيتها، فهي بعد ما تبلغت التبليغ. لكننا نحن قمنا بكل الإجراءات القانونية لحتى إزالة المنشور والتعاطي معها بجدية وأخذ كافة الإجراءات القانونية بحقها. شهور احنا الاجراءات اللي عملناها انه كنا تحت سقف القانون اللي هي طالبت فيه، وطالبت هي انه القانون اللبناني حيمنع الفنانة أصالة انها تفوت على لبنان. نحن لجأنا للقانون وهي عم تتهرب من القانون، وهي اللي طالبت بالقانون. نحن تحت سقف القانون حنشتغل معها بطريقة قانونية للتبليغ، لكن هي فر من وجه العدالة وهي برات البلد. بدك مليون سنة تفكري قبل ما تقولي كلمة. هي ادعت عبر المنشور اللي حطته على حساب قناة الجرس انه حيتم توقيف الفنانة أصالة فور دخولها على الأراضي اللبنانية ضمن القانون. نحن كمان ضمن القانون لجأنا للقانون وتأكدنا أنه ما في أي ملابسات أو أي شيء بخص الفنانة أصالة أو بيسيء للفنانة أصالة أو مخالفة قانون بحق أو ارتكاب جرم من قبل الفنانة أصالة بهذا الوضع، وطلع العكس اللي هي السيدة نضال هي في حقها قضايا مالية ودعاوى بحقها، وهذا الشيء نحن كمان تحت سقف القانون منطالب أنه تتبلغ ويتم إلقاء القبض عليها كمان. اليوم نفهم من حضرتك ما عندكم تخوف انه يصير في دعوة ضد نجمة أصالة لدخولها لبنان او اي شيء كمحاولات يمكن لتعكير مجال الحفل؟ أصالة ما عليها ولا اي شيء قانوني او مخالفة اي قانون داخل الاراضي اللبنانية، واصلا يعني السيدة أصالة صار جاية 4-5 مرات على لبنان زيارات لاصدقائها او بهدف السياحة وما عم يتم التعرض لها. فكل الهدف من السيدة نضال أحمدية هو ابتزاز وإساءة سمعة للسيدة أصالة وابتزازنا شخصيا أنا والسيد حسين قصيرة، لكن هذا الموضوع ما حيأثر فينا. وإساءة سمعة الحفلة من قريب أو من بعيد لإلي أو للسيدة أصالة أو للسيد حسين ما حيحسنا عن بذل أقصى الجهود لنجاح الحفلة. ما معقولة تقولوا عفى الله عما مضى وتفتحوا صفحة جديدة ويصير في تنازل عن الدعوة وتنتهي الأمور حبيا بين نضال. إذا قامت السيدة نضال أول شيء بحذف المنشور ونفي المنشور اللي هي نزلته قبل والاعتذار عن الخطأ، نحن مش ضد هيدا الشيء، والاعتذار عن الخطأ فضيلة، وبنعتبر نحن بحقنا الشخصي مسامحينا، لكن إنها تغلط فينا ويستمر الغلط لا ما حنقبل فيه. طب اليوم إذا ما صار في هيدا الاعتذار لوين بدكم توصلوا بالدعوة؟ نقيم دعوة جزائية ونطالب بإلقاء القبض عليها شخصيا ودفع عطل وضرر وبمبالغ كبيرة، لأنه هذا الشيء عم بيسيء لنا وللحفلة. بما أنه في حوالي شهرين اليوم للحفل، كيف الاستعدادات وهل تواصلتوا مع النجمة أصالة وشفتوا ردة فعلها على الهجوم اللي تعرضت له من نضال أحمد؟ صراحة أول شيء الإقبال على الحفلة كتير كثيف، والحجوزات بعدها بشكل تصاعدي حسب ما حضرتك قلت أنه في معنا بعد شهرين، فالحجوزات جيدة جدا لحد هلأ. بالنسبة للسيدة أصالة أصلا ما عينيها الموضوع ولا عينيها ست نضال وحكيها كله، لأنه بنعتبره ما له قيمة. فمثل ما وضحت لك أنه السيدة نضال عم تقوم بس بعملية ابتزاز، ما طلبت يمكن شروط إضافية يمكن يكون في أمن زيادة عند أصالة أو أي شيء تخوفا من أي موضوع معقول يصير بلبنان؟ أصالة أصلا هي بتعرف حالها أنه ما عندها أي هواجس أمنية وما عندها أعداء، بالعكس عندها محبين بلبنان والجمهور اللبناني بحبها وكل منتظر يسمع صوت أصالة بلبنان، وهي من الأشخاص المحبين للبنان، فمشان هيك بتجي عبيتها وعبلدها.